السلام عليكم طلاب الصف الأول، كيف حالكم اليوم؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم في مادة اللغة العربية درس جديد بعنوان في الحقل. الآن يا أول، ما هو عنوان درسنا اليوم؟ أحسنتم أحبائي الطلبة، عنوان درسنا اليوم في الحقل. كما تعلمون في حرف جر، الحقل اسم مجرور. إذا في حرف جر الحقل اسم مجرور. الآن ما رأيكم أن نستذكر نشيد حروف الجر؟ يلا. من إلى عن على أحرف الجر. ذهب الولد إلى الحقل، شرب الولد من النهر، جلس الولد على الكرسي. ب وفي، أحسنتم. الآن انظروا إلى كلمة الحقل. اللام هنا ماذا؟ أحسنتم، قمرية. على الأل حرف سكون، لام قمرية، دكت وطلفت. الآن ما رأيكم أن نستذكر نشيد لام القمرية؟ يلا نرحب بلام القمرية. أنا لام القمرية، قمرية قمرية، أكتبها ألفظها، أكتبها ألفظها، حركة حرفي السكون. أحسنتم. الآن أعزائي الطلبة، ما رأيكم أن نستذكر قواعد التحريف؟ انظر أعزائي، حرف مع حروف المد الطويل أ أو إي نعتبره مقطع طويل، حرف مع حركة مقطع قصير، حرف ساكن مع حرف متحرك مقطع طويل، حرف مع تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر مقطع طويل. الآن ما رأيكم أن نعمل على تحليل كلمة الحقل؟ انظروا. ال مقطع طويل، ساكن أخذ معه حرف حتى يساعده على قيادة السيارة. حق، الساكن أخذ معه حرف متحرك حتى يساعده على قيادة السيارة. الحق لي، الحق لي، حرف مع حركة مقطع قصير يستطيع قيادة السيارة. في عبارة عن حرف مد أخذ معه حرف عادي حتى يساعده على قيادة السيارة. واضح؟ إذا في الحقل عنوان درسنا اليوم، في الحقل. كما تعلمون أعزائي الطلبة، درسنا اليوم يتكون من أربعة جمل، من أربع جمل. واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. الآن تعرفنا على عنوان الدرس، الأسرار الموجودة في عنوان الدرس. الآن ما رأيكم الآن أن ننتقل إلى الكتاب، صفحة 62. انظروا. الدرس الخامس، الدرس الخامس. كما تعلمون هنا الدرس بعد الأل أتى حرف مشدد، لام شمسية تكتب ولا تلفظ. الخامس هنا اللام قمرية تكتب وتلفظ. في الحقل عنوان درسنا، في الحقل. في حرف جر، الحقل اسم مجرور. هنا الحقل اللام قمرية تكتب وتلفظ. ضع هنا يا أول لام قمرية بهذا الشكل. انظروا، أحسنتم، تكتب وتلفظ. الآن يا أول استمع وأردد. هنا الدرس يتكون من أربعة جمل، واحد اثنان ثلاثة أربعة. الآن يا أول نقرأ الدرس قراءة معبرة. انظروا إلى السبورة. الجملة الأولى، ذهبت مع والدي إلى الحقل. الأول ضروري تأشر على الكلمة اللي أنت عم تقرأها، واضح يا أول؟ أشر إصبعك على الكلمة اللي أنت عم تقرأها. ذهبت مع والدي إلى الحقل، ذهبت مع والدي إلى الحقل. بدر عمي القمح والشعيرة، بدر عمي القمح والشعيرة. حرث والدي الأرض، حرث والدي الأرض. قال حامد، نحن نحب الأرض كثيراً.
قال حامدا: نحن نحب الأرض كثيرا. الآن استمعنا إلى جمل الدرس، ما رأيكم الآن أن نطرح أسئلة على جمل الدرس؟ ذهبت مع والدي إلى الحقل. مع من ذهبت إلى الحقل؟ مع من ذهبت إلى الحقل؟ أحسنتم، إجابة كاملة. ذهبت مع والدي إلى الحقل. مرة أخرى، ذهبت مع والدي إلى الحقل. الجملة الثانية: بدر عمي القمح والشعيرة. من الذي بدر القمح والشعيرة؟ من الذي بدر القمح والشعيرة؟ إجابة كاملة: بدر عمي القمح والشعيرة. بدر عمي القمح والشعيرة. حرف والدي الأرض. من الذي حرف الأرض؟ من الذي حرف الأرض؟ حرف والدي الأرض. حرث والدي الأرض. قال حامد: نحن نحب الأرض كثيرا. ماذا قال حامد؟ هيا، ماذا قال حامد؟ أحسنتم، إجابة كاملة. قال حامد: نحن نحب الأرض كثيرا. نحن نحب الأرض كثيرا. الآن يا أول رددوا معي نص الاستماع. عنوان درسنا اليوم: في الحقل. في الحقل. أشر يا أول، امسك كلام وأشر معي. في الحقل. في الحقل. ردد معي: في الحقل. أولا انظروا إلى الجمل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. بالترتيب يا أول: ذهبت مع والدي إلى الحقل. ردد معي: ذهبت مع والدي إلى الحقل. بدر عمي القمح والشعيرة. بدر عمي القمح والشعيرة. حرث والدي الأرض. حرث والدي الأرض. قال حامد: نحن نحب الأرض كثيرا. قال حامد: نحن نحب الأرض كثيرا. إذا استمعنا إلى نص الاستماع، قمنا بترديد جمل الدرس. الآن أعزائي الطلبة، صفحة 62، صفحة 62، ردد معي، اعمل على إيقاف الفيديو جمل الدرس. أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى اللقاء.